بسانتي اليوم بصيرنا استقبل دكتور كالين جدام. اهلا وسهلا فيك حضرتك، اختصاصيه انعاش لامراض الدماغ والجهاز العصبي. رح نحكي عن موضوع بعده لليوم مع كل تطور الطب بخوف كل الناس، وهو الجلطه الدماغيه. ونحن بالنسبه لنا انه هالجلطه الدماغيه هي دائما ما في رجوع عنها، ما في لها علاج، وكانه دائما بتترك ضرر دايم. خلينا الا هلا، وهيدا اللي بدك تخبرينا عنه اليوم. خبرينا اول شيء، نرجع نحدد شو هي الجلطه الدماغيه، شو يعني وشو اسبابها. الجلطة الدماغية أو ستروك هي توقف حاد وتام. It's an acute and total blood arrest. يعني هو توقف حاد وتام عن تدفق الدم بإحدى الشرايين الرئيسية اللي بتغذي الدماغ. إذا منشوف رح منبلش نشوفهم طبعا الصور. دونك حسب أي منطقة مسؤول عنا هيدا الشريان بيصير عنا عوارض. مثلا إذا هيدا الشريان مسؤول عن منطقة بتغذي الحركة أو بتغذي النطق، بيصير عنا عوارض. مثلا فقدان حركة، بيصير عنا خلل وظيفة أو فقدان وظيفة الحركة أو نطق أو إحساس إلى آخره. فإذا تختلف العوارض حسب أي منطقة انحرمت من تدفق الدم. ليه؟ لأنه الدم هو الناقل الأساسي للأكسجين، والدماغ ما عنده مخزون أكسجين. هو بيحتاج لإمدادات متواصلة من الأكسجين، وهالتدفق الحاد والتام complete and acute blood arrest بيصير في الستروك أو الجلطة، وبيصير في الخلل أو توقف الوظيفة اللي هو الجلطة. بس شو الأسباب صحياً؟ يعني هل في أشخاص معرضين أكثر من غيرهم؟ هل في عمر معين معرض أكثر من غيره؟ هل الرجال أو النساء معرضين أكثر؟ الأسباب هي أو مرض بالشريان ذاته، يعني بشريان الدماغ، أو مرض برات شريان الدماغ. إذا كان بشرايين الدماغ، هون عم نحكي عن عوامل أو ما فينا نحنا نشتغل عليها، مثل العمر. العمر فينا ما فينا نتحكم فيه. نعم. أو ارتفاع بمستوى دهينيات الدم، ضغط الدم المرتفع، السكري إلى آخره. إذا عم نحكي عن مرض بشرايين برات الدماغ، هون عم نحكي عن الأمبولي أو الانصمام. هون بتتكون جلطة بشرايين برات الدماغ، عم نحكي عن شرايين الرقبة، أو عم نحكي عن رجفين بالقلب. دونك بتتكون مثل جلطات حوالي صمامات القلب، وبتصير تنبعد جلطات صغيرة على شرايين الراس. وهون عم نحكي عن أمبولي أو جلطات بتنبعد من برات شرايين الراس على شرايين الراس. أوكي؟ وهون إذا في ناس معرضين أكثر من غيرهم، دونك الناس اللي عندهم أو سكري أو كوليسترول أو عندهم رجفين بالقلب أو عندهم انسداد بشرايين الرقبة، دونك هود الناس اللي بصير عندهم جلطات بنعمل لهم ورك أب لحتى نشوف ليش صار معهم جلطة، لحتى نعمل بريفنشن لما يصير عندهم جلطة تانية. لأنه مرات أول جلطة بصير فيها لقوة، بس تاني جلطة ممكن تكون فالج، ممكن تكون فقدان للنطق إلى آخره. قلتي لي انه اليوم صار في علاجات متطوره اكثر وممكن تشفى، يعني بس اي متى وباي تايمينج؟ بفتكر هون التايمينج يمكن التوقيت مهم كثير. لان نحن هون اهم شيء نحن بعصر التشخيص السريع، نحن بعصر توعيه وتشخيص سريع. نحن بنحكي عن فاست. فاست هي كلمة بتخلينا نمرق مساج توعية، وكلمة بتخلينا نمرق كلمة يلي هي تشخيص سريع. فاست. فاست هي FAST. إذا فينا نروح على صورة بتشوف FAST. F هي for face أو facial. هيدي. لكن كل شخص بيعمل لقوة، يعني بيروح تمه بيلوق على ميلة معينة، منشوف إنه في شيء ما إنه مزبوط، هيدا إحدى عوارض الجلطة. A هي for arm، يعني شخص ما عم يقدر يحرك إيد بطريقة مزبوطة، هيدا إحدى عوارض الجلطة. تالت شيء speech، إذا كان مخارج الحروف ما إنه مزبوطة، عم يحكي بطريقة كأنه سكران أو تقلين لسانه، أو كمية اللفظ ما إنه مزبوطة، أو ما عم يقدر يحكي كمية مزبوطة، أو عم يحكي
بشكل كتير مرخي، بس اللغة نحن ما عم نعرفها. وآخر شيء تايمينج، لأنه هون مفروض هيدا الشخص إذا حس بتنميل أو فقدان إحساس أو حركة أو لوقتمه مش يفوت يرتاح بركة بعدين صار أحسن. بالعكس مفروض يجي لعنا على الطوارئ بأول 4 ساعات ونص، لأنه بأول 4 ساعات ونص فينا نحن كل الحلول نسحب الجلطة. نحن رح نحكي عن الحلول دكتور، بس بدنا ناخذ وقت كتير صغير. منتابع سانتي مع دكتور كالين جدم، اختصاصية انعاش لأمراض الدماغ والجهاز العصبي. أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن الجلطة الدماغية، وقدي عم نحكي عن التايمينج قدي مهم لحتى نقدر نخلص هالإنسان من النتائج السلبية للجلطة الدماغية، لأنه هو منعرف أنه في نتائج تبقى دايمة، خلص في ضرر دايم مثل ما بيقولوا من جراء جلطة. كيف ممكن نخلص هالموضوع وما يعود فيه كل هالضرر؟ هون لكن عم نحكي عن الناس اللي عم يتقدموا لنا بأول 4 ساعات ونص من بدء العوارض، اسمها last time seen normal. وهيدي جملة كتير مهمة. لا بدي انتقل برات الصور إذا بتريد. وهيدي كتير مهمة. ليش؟ لأنه في ناس بيقولولنا وعى الصبح ما عم بيحرك ايده، وعى الصبح ما عم بيحرك ايده، هيدي جملة كتير مبهمة، معناتها last time seen normal هو مبارح بالليل. مبارح بالليل معناتها last time seen normal هو أكثر من 12 ساعة، هيدي معناتها صار التلف، ما بقى فينا نعمل شيء. إذا اليوم الساعة 8 الصبح وعى منيح المريض، الساعة 9 ما بقى يحرك لا ايده ولا اجره شمال، والساعة 12:30 الظهر اجى لعنا، صار له 3 ساعات ونص عامل الجلطة، السكان نورمال يعني ما في نزيف، يعني نحن فينا نسيل الجلطة او فينا نفوت نسحبها، لانه في طريقتين، او فينا نعطي دواء مسيل عالي يعني عالي فعالية السيلين عنده يلي هو الترومبوليز ايفي، او فينا نفوت بطريقة التمييل ونسحب الجلطة يلي هي الترومبكتومي، واثنيناتهم equal efficacy. وهيدا هو الفيديو اللي بدي فرجيك اياه. دونك هون عم نفوت بطريقة التمييل تقريبا تشبه تمييل القلب، بس يفوت الميل من قدام الجلطة اللي سادة شريان الراس، منفوت ستنت بطريقة تير بوشون يعني مثل يلي بيفتح قنين تنبيد، حوالى الجلطة قدامها ووراها، منأمن انه يرجع يمرق قدام، وبنرجع نسحب الجلطة. هون عم نشوف الوقت كمان كلها حوالي دقيقة. أوف. وهون هون عم تنسحب الجلطة. واو. وهون ما بيعود في ضرر على الأعضاء يلي كانت عم بتبلش تتضرر دكتور؟ ما هون الأهمية هي بأول 4 ساعات ونص، لأنه بعد 4 ساعات ونص ببلش التلف. يعني كيف بيصير التلف؟ كيف بيوصل من الدماغ للأعضاء يعني؟ لا عم نحكي عن تلف الدماغي. عم نحكي عن تلف الدماغي يلي ساعتها بس ترجعي انت ترجعي الدم للشرايين اللي تسكرت، خلص يعني صار في تلف، ما رح ترجعي تعملي إفادة، رح يصير بتكون الضرر بتكون تلفت هالمنطقة وتضررت، بتكون تلفت المنطقة، رح تعملي ضرر أكتر ما هو إفادة، لأنه هيدي إن كان لعملية استخراج الجلطة بالتمييل أو عملية تسييل الجلطة هي عملية فيها ضرر، ونحن مش لكل الناس بنعمل لهم هالعملية، كان عملية الاستخراج أو تسييل الجلطة مش لكل الناس. في مثل خصائص طويلة، ليست خصائص طويلة مفروض هن يجاوبوا عليها، مفروض ما يكون خضع لعملية حديثا، ما يكون بياخد دواء سيلين، ما يكون عنده مشاكل طبية كبيرة، يعني مفروض يكون عنده ليست خصائص بيجاوب عليها. ولازم الناس تعرف أنه مش كل مين بيجي لعنا على الطوارئ رح نعطيه هيدا الدواء، لأنه نحن كأطباء مفروض كمان ما نأذي المريض ونعمل بالانس بين الريسك والبنفيت. في أشخاص عن عمر صغير بيصير معهم هالأمور، واللقوة بعد لهلأ يمكن ما بعرف إذا دايماً السبب هو جلطة للقوة. لا، اللقوة لحالة، اللقوة اللي بتجي بإطار الجلطة هي لقوة بس على التم. اللقوة يلي
بتجي لحالها يلي على التم والعين ما بيعود في يسكر لا تم يلي بيلوق تمه وما بيقدر يسكر عينه، هيدي يلي بالعربي بقولوا لها شبقة هوا ويلي هي منا شبقة هوا، هي أكتر فايرل، هيدي سببها فيروس مش سببها جلطة، هيدي اتس تشابتر لحاله. هلأ بالنسبة للناس الصغار بالعمر اللي بيجيهم جلطة، هودي ناس كمان معرضين لجلطة من وراء تدخين وكوليسترول ودخان وضغط دم عالي وإلى آخره، بس كمان عندهم سبست خاص فيهم هن أمراض تخثر الدم، لأنه مثل ما بنعرف أنه في ناس معرضين لسيلان دم عالي ونزيف إلى آخره، في أمراض بتعرض الناس لتخثر بالدم وبتعرضهم لجلطات إن كان بالرأس أو elsewhere بمطارح تاني. دونك هودي بنعمل لهم فحوصات دم دقيقة أكتر، لأنه ما مفروض مثلاً على 30 سنة أو على 25 سنة شخص يعمل جلطة بالرأس. خلينا نحكي شوي عن الوقاية وعن العوارض يلي ممكن يحسها الإنسان، يمكن أو يحس بجسمه أشياء تغيرات ممكن نقدر نعرف قبل ما تبلش الجلطة أنه بجسمنا في شيء منه ماشي مظبوط، بدمنا في شيء غلط، بطريقة حياتنا تعب معين، ما بعرف يعني ممكن نعرف أي متى لما يكون في شيء اسمه طرف جلطة. هلأ بالطب اللبناني كتير نستعمل كلمة طرف لأنه نحن يعني. إيه نحن ما منحب نتقبل التشخيص عادة، بس بالجلطة مزبوط في كلمة طرف يعني. ما منحب كلمة طرف سكري طرف ربو، بس بالجلطة مزبوط في كلمة طرف، هو اسمه أكسيدان إسكيميك ترانزيتوار، يعني إنه إجا هالشريان كان بده يسد وبعدين شغلنا الأوعية الدموية الموازية يلي هي collateral vessels، يعني مثل في أوعية دموية كتير صغيرة رجعت فتحت وأمنت هالدم يلي نحنا كنا عايزينه، أو هالجلطة رجعت قطعت. يعني بيقلك الشخص أنه أنا لمدة ساعة أو نص ساعة حسيت بتقل أو بارتخاء بإيدي أو بارتخاء بلساني، بس رجعت صرت نورمال. وبتعملي له ERM صورة رنين مغناطيسي وما بتلاقي جلطة، وهيدا بدك تعملي له نفس الورك أب كأنه عمل جلطة، لأنه هيدا عنده نفس الخطورة أنه يعمل مرة الجاي جلطة وما تمرق، ولأنه هيدا مزبوط طرف جلطة. هيدا بتكون مثل ألارم، يعني ساعتها بيكون فيها علاج معين؟ هون العلاج أنه تعملي له strict control إذا لقيت كوليسترول عالي، strict control إذا لقيت سكري، يوقف التدخين كلياً، إذا لقيت تسكير بشرايين الرقبة والتسكير بيفسر العوارض، يعني مش دايماً نروح على عملية والتسكير ما بيفسر العوارض، إذا لقيت رجفين بالقلب، فيبرياسون أوريكولير، إتسترا. يعني أنا بدي أشكرك على هالتوضيحات المهمة جداً، وإن شاء الله اليوم الكل ما بيتركوا حالهم أبداً يسيبهم أي مكروه، وصار فينا نحكي إنه فالج عالج عالج مش ما تعالج. شكراً لوجودك معنا دكتور كالين. Thank you, Rani. بريك صغير ومنتابع مع بيوتي باي ليلى عبيد، خليكم معنا.